مساء الخير، نتمنى تكونوا بألف صحة. اليوم غندير معكم واحد الرغيفات بواحد العجين كتجي مورقة وكيبقى مدة طويلة في الكونجيلاتور، وفي ما تجبدو متسخنوهم كتسمعوا دائما ديك القرماشة. غني نحتاجو هنايا الكمية ديال الفرص، انا هنا درت كمية كتيرة، ممكن ديرو نتوما غير جوز لايف ديال الطحين وزلافة ديال الفينو، يعني على حسب الكمية اللي نتوما بغيتو. المهم انا درت هنا ثلاثة ديال الدقيق الابيض مع زلافه الفينو، عندي معلقه صغيره الملحه، عندي معلقه كبيره ديال السكر حبيبات، معلقه كبيره ديال الخل، وكنديروا خماره ديال موزن ديال 8 غرام، ثلاثه المعالق كبار ديال زيت المائده، وكنديروا شويه فاني لاننا غندير هاد الرغايف حلوين. الا ما بغيتوش ديروهم حلوين غديروهم مالحين، ما كديروش هذاك الفاني. غنجمعوا العجين ديالنا بالماء دافي بطبيعه الحال، وندلكوها غير شويه، يعني نحسوا غير بدوك المكونات تدخلوا مع بعضياتهم، وكن نغلفوها في واحد الفيلم اليمونتير اولا في شي كيس ديال الاليمونطاسيون بطبيعه الحال، وتنخليوها حتى كترخف اولا هي كتدلك راسها براسها، كتخليوها واحد المده تقريبا واحد ساعه ولا نص ساعه. انا ما خليتهاش بزاف صراحه لان رخفتها شي شويه في الاول، خليتها غير شويه ماشي بزاف. المده اللي وجدت فيها التفاح وجدت فيها لا كريم باتيسير بديت كنورق في الرغيف ديالي، ضروري ما كندهنوها بشويه ديال الزيت عاد باش كنغلفوها في الكيس الغذائي، ونخليوها حتى كترتاح وهي كتلك راسها براسها صراحه. المهم هنا غادي ندوزو نعسلو التفاح. بالنسبه للتفاح كيبقى دائما على حسب الكميه ديال يعني العجين اللي درتو. هنا تقريبا عندي واحد ثلاثه تفاحات قطعتهم هكذا مكعبات، غير ندير عليهم واحد العصره ديال الحامض، طريفات ديال الزبده، وغادي ندير سكر حبيبات دائما على حساب الحلاوه اللي نتوما تتبغيو، وغادي ندير واحد العويد ديال القرفه وشويه ديال فاني بنكهه البرتقال، وغادي ندير قشور ديال الحامض. هادشي كلشي يعني بالنسبه للحامض القشره ديالته كتبقى اختياريه. غادي نخليهم يتعسلوا شي شويه، ولكن انا من بعد انا غادي نضيف القرفه بودره لان ما قنعونيش هذوك العويدات، ما عطاونيش اللون بزاف. المهم كتزيدوا عاوتاني القرفه بودره، صافي كنخليهم يتعسلوا غير شويه، ما تنخليوش هذاك التفاح يذوب، يعني دوك الطريفات خصهم يبقاو شي شويه باينين. صافي غنخليه هنايا التفاح يتعسل، وغادي ندوزو نحضروا الكريمه. بالنسبه للكريم باتيسيا غادي نحتاج فيها تقريبا واحد 350 غرام ديال الحليب، وغادي نحتاجو جوج معالق عامرين مزيان ديال المايزينا، كنديرو تقريبا جوج معالق حتى لثلاثة ديال السكر حبيبات اللي كيبغي الحلاوه، شويه ديال فاني، وشويه من هذاك الروح اولا لاغوم ديال الحامض باش كيعطينا اللون والمذاق في نفس الوقت. غادي نضيف واحد صفر بيضه، وغادي نخلط الخليط ديالي مزيان، وغنديرو فوق النار حتى كيعقد لينا الخليط، وكنحيدوه من فوق النار، وكنضيفو عليه واحد المعلقه كبيره ديال الزبده باش كيعطينا اللمعان، وكنعاودو نفرغو الخليط ديالنا في واحد البوله، وتنغطيوها بواحد الفيلم اليمونتير باش ما كديرش لنا ديك القشره، ونخليوها حتى تبرد. بالنسبه للعجين من بعد ما ارتاحت راه ارتاحت بزاف وعطاتنا الطوع، وشوفوا لي الشكل والقوام ديال العجين من بعد ما ارتاحت ما شاء الله. غادي نشكلها كويرات كبار وصغار، من بعد غادي تشوفوا علاش انا شكلتهم بهذا الحجم هذا، ونخليوها ثاني حتى ترتاح، نغطيو عليها بطبيعه الحال ونرجع معكم من بعد. هنايا غادي ندوزو نورقو اول قطعه بطبيعه الحال من بعد ما تترتاح لي العجين مزيان. ما شاء الله شوفوا كيفاش يعني ماشيه معايا في الخط، يعني كتورق لي بكل سهوله وما تتقطعش. المهم هنايا غادي نشكل كميه على شكل بحال شكل المسمن، ما نساوش اننا كندهنو بالزبده دايبه. والشكل الثاني غادي نورقو، ولكن غادي نعمرو بالحشوه ديال كريم باتيسير والتفاح.
هنا من بعد ما ورقت هذه القطعه الثانيه على شكل مربع او مستطيل، غادي ندير شويه من لا كريم باتيسير تقريبا واحد المعلقه كبيره في الوسط كيف ما تشوفوا، وغادي ندير معلقه كبيره كذلك ديال التفاح اللي عسلت. ما تنساوش دهنوا بالزبده، انا نسيت ما دهنتش الزبده في الاول. صافي، وكنطوي يعني العجينه بهالطريقه هذه، وكنلفها بحال شكل ميني باغيت عطاتني. صافي، يعني كنعاودو نقادو الشكل ديال هاد الميني باغيت، وداك الطرف الاخر كنعاودو نسدو به جناب مزيان باش ما تحلش لينا. غادي نعاود معاكم نفس الشكل ونرجع معاكم من بعد. بالنسبة للشكل ديال الرغيفة الثانية، دابا كنحاولوا نورقوا المسمن او الرغيفة، ودائما كنخليو الوسط يعني ما كنورقوهش بزاف، كنورقو غير الجناب مزيان. صافي، غادي نشكلها بهذه الطريقة دي، كنحط دائما الحشوة الوسط وكنسد ليها الجناب ديالها بهذه الطريقة دي. هذا بالنسبة للشكل الثاني. بالنسبة للشكل الثالث، غادي نورق بنفس يعني الطريقة، دائما كنخليو الوسط وكنورقو غير الجناب، وغادي نحط هنايا الحشوة ديال التفاح بوحدو، ما غاديش ندير الكريمة. كيبقى لكم دائما يعني الاختيار في الحشوات. هنايا درت غير التفاح بوحدو، ما بغيتش ندير الكريمة، وكنسد العجين بهالطريقة هادي. نتمنى نكون واضحة. صافي، كتخليوها بحال هكا، كتجيكم بحال الشكل مربع. هنا من بعد ما تنكمل الكميه اللي عندي، كنكون ديجا يعني موجده لاطات، مفرشه ليهم بابي كويسون، وتناخذوا صفر ديال البيضه مع شويه الخل شويه ديال الصوجة، كندهنوا بهم الوجه ديال هاد الرغيفات قبل ما ندهنوهم، كنضغطوا عليهم غير شويه ماشي بزاف. صافي، تندهنوهم كيف ما قلت لكم. بالنسبه لهذوك اللي طوال والشكل الاخر خليتهم كيف ما هما، ودوك الرغيفات الصغار اللي درت فيهم غير الحشوه ديال التفاح بوحدو، هما اللي حاولت نشكل لهم الوجه ديالهم بهالطريقه هذه. كتجيبوا شي موس اولا شي زيزوار اللي كيكون ماضي ومعقم وجديد بطبيعه الحال، وصافي كندخلوهم الفران. الطريقه ديال الطهي ديالهم باش كيجيونا مرقين، كديروهم على الفران يكون سخون في الاول، تقريبا درجه الحراره اللي كتكون شويه 250، كيكون غير التحت ديالهم، والفوق كيف ما قلت لكم غير تيتشمعوا لكم شي شويه تتنقصوا درجه الحراره كيف ما تتشوفوا. الشكل ديال الرغيفات هما هادو، كدهنوا لهم الوجه ديالهم يا اما بالناباج اولا بالكونفيتور اولا بالعسل، وكتزينوهم باش ما بغيتوا. انا هادو ديال التفاح درت ليهم النص باللوز إفيلي، والنص جبت السكر كلاصي ودرت رطوب بهالطريقه هذه، كيعطيني هذا الشكل هذا. والشكيلات الاخرين درت لهم غير اللوز إفيلي. غنخليكم مع التقرميشه، سمعوا لي مزيان. كيف العاده ما تنسونيش من لايك وبارطاج، وبالصحه والراحه. الشكل النهائي ديال الرغيفات نتمنى تجربوهم وتردوا عليا في تعاليقكم زوينين، وبالصحه والراحه، والى وصفه قادمه ان شاء الله بحول الله، مع الف سلامه.